وننتقل لنقاش الملف في وآخر تطورات في الجزائر مع دكتور أحمد عظيمي ضيفنا من هناك عبر الهاتف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء النور. دكتور، في ظل الأنباء المتداولة مؤخرا عن الحالة الصحية لبوتفليقة في مستشفى جنيف، ويعني الحديث عن المادة الدستورية المتعلقة بالشغور الرئاسي، المادة 102، إلى أي مدى تظن أن تسريب مثل هذا الفيديو سيؤدي بشكل أو بآخر لتطبيقها؟ لا، هو ليس الفيديو ما يدفع إلى تطبيق المادة 102. نحن في الجزائر نعيش منذ 7 سنوات على وقع رئيس غائب تماما، رئيس لا يتكلم مع شعبه، رئيس لا يسير، رئيس لا ينشط، رئيس لم يخرج، لم يزور، لم يحضر مؤتمرات إلى آخره، يعني مدة 7 سنوات والرئيس غائب تماما. وبالتالي وكنا نعتقد بأن الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 18 أبريل لن يشارك فيها هذا الرجل، ويترك الأمور لشخصيات سياسية قادرة على تسيير أمور بلد كبير مثل الجزائر. فإذا بالشعب الجزائري يفاجأ بترشح بوتفليقة وهو في هذا الوضع الصحي، إضافة إلى أن وضعه تدهور كثيرا خلال الفترة الأخيرة ولم يستطع حتى المجيء لتقديم ملف ترشحه، وبالتالي هناك مظاهرات صاخبة هذه الأيام في الجزائر، مليونيات لشباب أقل من 30 سنة يطلب بالتغيير ويرفض عهدة خامسة لبوتفليقة. نعم، هذه المظاهرات وهذا الحراك السلمي الذي شهدناها اليوم من قبل الطلبة وكذلك الأساتذة في الثانويات والجامعات في شوارع الجزائر في مختلف المحافظات، كيف سيؤثر على صانع القرار في الجزائر ويضغط عليه للخروج بأقل المطالب التي يطلبها هؤلاء الشباب كما وصفتهم وشعار لا للعهدة الخامسة؟ تعرفين يا سيدتي أن في هذه المنطقة العربية المترامية الأطراف لا يغادر فيها الحاكم إلا مسجونا أو ميتا، فحكامنا لما يصلون إلى الحكم لا يغادرونه مهما كانت الظروف. وهذا الوضع الذي نحن فيه الآن، رجل في حالة يرثى لها، رجل فاقد لكل قدرات العمل وقدرات التحرك وقدرات الكمال الكلام، ومع ذلك يفرض علينا فرضا. لهذا ما يحدث اليوم أن في كل جمعة والأيام التي مرت أيضا أن كل الفئات في المجتمع الآن تعارض هذه العودة، والمحامين، الأطباء، الطلبة، الأساتذة، النساء، الرجال، الجميع، ومع ذلك لا آذان صاغية، لأننا الآن في الجزائر هناك شغور في أعلى هرم السلطة يدوم منذ كما قلت 7 سنوات، والسلطة تفتتت على أطراف غير دستورية، وبالتالي وصلنا إلى هذا الانسداد السياسي. الحل موجود ونحن اقترحناه على ما تبقى من السلطة، قلنا لهم ليسحب الرئيس ترشحه وليستقيل، وبالتالي تطبق الإجراءات الدستورية ويعين يسير الدولة لمدة 3 أشهر رئيس مجلس الأمة، وتجرى الانتخابات في نهاية هذه الأشهر الثلاث. لكنهم لحد الآن لا حياة لمن تنادي ولا أحد يرد، في نفس الوقت أن الشارع مصمم على عدم التوقف حتى يسحب بوتفليقة ترشحه. نعم، بالحديث عن صدى هذا الحراك السلمي للشباب في الجزائر، كيف تقرأ رد المؤسسة العسكرية ممثلة بقايد صالح حيال هذا الحراك السلمي؟ هو لحد الآن لم نقرأ أي تعليق أو بيان من رسمي من المؤسسة العسكرية، إنما ما هناك أنه فيه لقطات لخطب يلقيها رئيس أركان الجيش داخل السكنات، لقطات هكذا تمرر عبر التلفزيونات، ولحد الآن يظهر أنه رسائل معينة دكتور. نعم، رسائل معينة مختارة من بين الخطب لرئيس الأركان،
ويظهر انه لحد الان ليس هناك لم يتبلور بعد موقف معين تجاه ما يحدث. يعني المؤسسه العسكريه لحد الان لم تبلور بعد موقفها، وهذا يعود، وانا قلت هذا الكلام كثيرا، ان الجيش الجزائري هو من الاكثر الجيوش انضباطا في العالم، وقائد الجيش الان وقائد الاعلى للقوات المسلحه هو نفسه رئيس الجمهوريه، وبالتالي فالجيش ينتظر الى اخر لحظه حتى يخرج على طاعه رئيس الجمهوريه ويتخذ الموقف المناسب، وننتظر ان يكون هذا الموقف الى جانب الشعب، لانه الجيش هو جيش شعبي، هو جيش لم نرثه من القوى الاستعماريه، هو جيش ابناء الشعب، وبالتالي لا نتصور ان هذا الجيش يستطيع ان يقف ضد المواطنين وضد الاراده الشعبيه، لذلك ننتظر ان الجيش يتخذ مسؤوليته. كيف تتوقعون أن تكون مظاهرات الجمعة، خاصة في ظل تلويح بشكل أو بآخر للمرور لعصيان مدني ابتداء من الأحد؟ نعم، ينتظر أن يوم الجمعة ستكون مظاهرات صاخبة أكثر بكثير من الجمعة الماضية والجمعة التي قبلها، لأن الآن فئات كثيرة جدا حتى العمال بدأوا ينضمون إلى هذا الحراك، أن محامين بالعاصمة اليوم أعلنوا بأنهم ينضموا أيضا، المحامين عبر كل جهات الوطن أوقفوا معاملاتهم مع المحاكم تنديدا بما يقع، وإضافة للطلبة، إضافة لكل فئات المجتمع الآن معنية بهذا الموقف. ويوم 8 يوم الجمعة 8 سيكون أيضا يوم المرأة، وبالتالي كل النساء مصممات على الخروج، وإذا لم يكن تكون هناك استجابة يعني قبل يوم السبت، الجمعة ستكون مسيرة ضخمة جدا، ويوم السبت إذا ما فيش أي استجابة من طرف بقايا السلطة، فهناك طلب أنه من يوم الأحد يكون هناك توقف عن العمل، يكون هناك إضراب شامل، لا أحد يخرج من بيته، حالة مدينة ميتة، وهذا لا نريد يعني فعلا أن نصل إلى هذا الوضع، لأنه سيكون له تأثير كبير جدا على الاقتصاد الوطني، وسيكون له ثقله على الجزائر. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عظيمي، ضيفنا الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ضيفنا من الجزائر.